اللي بيتعاطى مخدرات هو إنسان لقط مفتاح المقبرة بإيده ومش عارف أي ساعة بيدخل عليها. كرمال هيك بدعي كل الشباب والصبايا يوعوا لحالهم ويرجعوا يفكروا إنه الحياة حلوة، ما يأذوا حالهم وما يموتوا هني وعايشين على الأرض. عيد الميلاد عيد الفرح اللي ما لازم يكون فيه ولا إنسان حزين أو موجوع أو متروك من دون ما يسأل عنه حدا، خاصة إذا كان شخص وقع ضحية الإدمان على المخدرات ومفكر إنه خلصت الدنيا. علية ابن الإنسان لتأهيل المدمنين والمدمنات على المخدرات والتابعة لجمعية نصروتو نوجدت تيبقى الأمل بالشفاء من الإدمان وترجع شمس الحياة تشرق من جديد. كيف انطلقت علية ابن الإنسان؟ الأب مروان غانم رئيس جمعية نصروتو أخوية السجون بلبنان علية ابن الإنسان بخبرنا كل القصة. سنة 2006 بحرب تموز كان في حرب الطيران اللي عم يضرب بالبقاع هون، كنا قاعدين نحن وأحد الضباط اللي كان بوقتها بزحلة، وبيجي تليفون إنه في شباب وبنات جايين من ضيعة من البقاع، وكان ضرب الطيران الجسر الليطاني وقلبت سيارتهم هونيك. بعد ما كان الدرك اجى عم بيخلصهم شافهم تعبانين على الاخر، وبذات الوقت عرف انهم في تعاطي مخدرات. عم يحكوا كانوا بوقتها مع المقدم اللي كان مسؤول بزحلي، فاجت على راسي الفكره انه مازال هالاشخاص عم نساعدهم بالسجون، ليش ما بنفتح مركز لحتى ناهل المدمنين على المخدرات. رحنا بلشنا بعليه ابن الانسان على دهور زحلي، وبذات الوقت هالمكان اللي كان اصلا هو مركز تاهيل مدمنين وسكر لفتره معينه، رجعنا احنا استحدثناه وفتحناه لحتى يكون هيدا المركز. 13 ايلول ليله عيد الصليب كان عندنا اول شاب استقبلناه بالعليه وكان عم يتعالج عندنا. دار ريتا مركز البنات هو مركز كمان لتاهيل المدمنات على المخدرات والكحول، وبذات الوقت هو مركز رعايه متخصصه للبنات المعنفات، وبذات الوقت كمان غير انه المعنفات هالبنات اللي هن على خلاف مع القانون من ناحيه الحياه الزوجيه او خلال الحياه اللي عم بيعيشوها بالوضع اللي نحن كشعب لبناني. هذا الدار موجود عندنا هون بعليه ابن بمركز جمعيه مصروت اللي هو يعتبر قسم خاص لتاهيل الفتيات. الأشخاص الموجودات تحت هني إن كان عندهم مشاكل مع المخدرات أو كان عندهم مشاكل مع الجنس نحن بنستقبلهم، كمان بيعيشوا عندنا حوالي 14 شهر. وفي أشخاص حسب ما تكون المحكمة مقررت لهم أنه يبقوا عندنا، لأنه هو يعتبر مثل مركز بديل عن عقوبة السجن للي هني على خلاف مع القانون خاصة إذا كانوا قاصرات. المخدرات مش بس بتقضي على حياة المدمن ومستقبله، كمان بتكتب الوجع والحزن لأهله وعائلته. شهادة حياة مع مدمن سابق. دخلت على عالم المخدرات مرة الألكول، صرت أشرب الكول مع التمن التماعشي، وصرت للحشيش كمان مع الشمن التماعشي. حدا من أصحابي كانوا أهلي قاعدين ساكنين ببيروت وأنا بالضيعة، فعمل مشكلة هو تحت وطلع لعندي تخبى عندي بالضيعة، فهو بتعاطى مخدرات أنا ما بعرف المخدرات كم. قال لي جرب هيدي جرب، جربتها وبعدني لحديت هلأ. كان عمري 25 سنة، جربت الحشيش الألكول، فت بالحشيش، جات فت بالكوكايين، وصلت للباص، فت على السجن مرة المخدرات. فبالسجن كمان على أضرب من برا، كمان ابتلعت بالمخدرات بالحبوب يعني أصعب من المخدرات، وطلعت لبرا كمان منتهي من الحبس، ضليت متكفي بالمخدرات وضياع من المخدرات. يعني من ورا المخدرات ضيعت صحتي وحياتي، وضيعت أهلي معي، وتوفت أمي من ورا من وراي. المخدرات بتوديك لشيء كبير ومنك واعي أنت أنك تعرف حالك شو عم تعمل. قررت أنه تعبت وتعبت أهلي معي، ولقيت الأبونا مروان غانم حضننا هون بيت جمعية نصروتو، وكلهم منيح معنا وحنية وكل شيء عم يعطونا إياه هن هون بهذا المركز. عنا الجيم رياضة، بنلعب رياضة نتمرن، عنا فوتبول نلعب فوتبول، وعنا حالة هاي النفسية كمان نخدها دروسي. ما في فراغ. بعلية ابن الإنسان تغير كل شيء بحياتي. أنا بنصح الشباب والصبايا إنه ما يتعاطوا المخدرات ولا الألكول، لأنه بتودي للقتل
بتزل، بتعذب أهلك، بتعذب حالك نفسك، بتضر الآخر. يعني أنت ما بتقعد واعي على شيء بتعمله بحياتك. بنصح الشباب والصبايا إنه اللي بتعطى مخدرات ما ييأس، يرجع يفوت على مركز تأهيل، مركز نسروتو أو مركز آخر، وما ييأس بحياته. كيف بصير تأهيل المدمنين والمدمنات على المخدرات بعلية ابن الإنسان؟ وشو هي الرسالة الموجهة للأهالي؟ نتعرف عليهم أكثر مع مسؤولة التأهيل بعلية ابن الإنسان سامي لاب معلوف. نستقبل شباب وصبايا من كل الطوائف، من كل الجنسيات. تأهيلنا فعليا بيرتكز على ثلاث قصص: تأهيل نفسي، روحي واجتماعي، إضافة إلى باقي الأمور اللي هي فعلا بتتكبد جدا مبالغ كبيرة من المصاري. بنحكي إذا بس بدنا نحكي بس عن الأمور الطبية، كان طبيب أسنان ولا طبيب صحة عامة ولا طبيب كلاوي، ولا بالنسبة للنشاف بالرأس اللي بيتعرض له نتيجة المواد اللي هلا عم تطلع، أو بالكبد، أو تلف بكل نواحي جسمه، إضافة إلى الأضرار النفسية جدا. يعني بيجي لعنا الشاب أو الصبية بيكون عنده دمار نفسي جدا كبير، بيتابع من خلال البسيكياتر الطبيب النفسي أو من خلال المعالج النفسي. نتيجة التكررات قد عم يجي لعنا أشخاص عم نشوف المعاناة اللي عم يتعرضوا لها الأولاد والعيلة من وراء هيدي الآفة. كرمال هيك أنا بدي أنصح الأهل، أول شيء يكونوا كتير واعيين لأولادهم، يكونوا كتير قريبين من أولادهم، وخاصة بدي أتوجه للأشخاص اللي هي فئتهم هلا الفئة العمرية شوي هي واطية، يعني بنحكي 10 و11 و12 سنة، لأنه للأسف مع التطور ومع زيادة الفساد بمجتمعاتنا عم بينوجد مواد مخدرة عم تستهدف هيدي الفئات العمرية بالذات، ومع التجديد إنه هاي المواد عم بتفوت على قلب المدارس. نحن كجمعية وكفريق عمل نحن ولا مرة فقدنا الأمل إنه نحن نلاقي شفاء بهيدا الموضوع، وصراحة نحن صار عندنا أكثر من حالة من تاريخ تأسيسنا لتاريخ اليوم، من 2006 لليوم في عنا حالات شفاء 100% للأشخاص اللي خضعوا للعلاج، رجعوا انخرطوا بالمجتمع وصار عندهم عيال وتجوزوا وهن عم بيربوا أولادهم أحسن تربية. بقى مشكلة الإدمان رغم خطورتها بس أكيد في إلها حل، مهم نبادر ونجي على مراكز تأهيل. بدي أقول إنه المخدرات جربها مرة واحدة، هي شو ما كان نوع المخدرات هي مثل طلقة الرصاصة بالرأس، قادرة تقضي على الإنسان وتنهي له حياته. بقى يفضل إنه إحنا نبعد عنها وما نجربها من الأساس. الظروف الاقتصادية صعبة كتير بلبنان، وتأهيل المدمنين والمدمنات على المخدرات بيتطلب مصاريف كتيرة. شو بتقول جولييت الياس شويري من قسم المحاسبة بجمعية نصروتو علية ابن الإنسان؟ بخصوص الأوضاع المادية بالجمعية هي سيئة، لأن وزارة الشؤون بتغطي 30% من المدخول، بينما 70% الجمعية هي مضطرة أنها تأمنهم، وخاصة أنه الجمعية بتستقبل المدمنين مجاناً. مدخولنا بيجي من مبادرات ذاتية، من نشاطات نحن بنقوم فيها، من ترويقات، عصفونيات، تومبولا، من أشغال يدوية. بذكر إنه العلاج بعلية ابن الإنسان هو مجاني، منشان هيك منطلب من يلي بيقدر يساعدنا إنه يتبرع بقد ما فيه بيقدر يتبرع، لحتى نقدر نكفي برسالتنا ونساعد إخوتنا المرضى لحتى ينطلقوا بهالمجتمع ويرجعوا يفتحوا صفحة جديدة بحياتهم. المخدرات ما بتضر، المخدرات بتقتل. اللي بيتعاطى مخدرات هو إنسان لقط مفتاح المقبرة بإيده ومش عارف أي ساعة بيدخل عليها. كرمال هيك بدعي كل الشباب والصبايا يوعوا لحالهم ويرجعوا يفكروا إنه الحياة حلوة، ما يأذوا حالهم وما يموتوا هني وعايشين على الأرض.